نروح لموضوع آخر، والحقيقة أنه واضح أنه أنظار الأثريين خلال الفترة اللي جاية هتتوجه لمنطقة أبو صير الأثرية في البدرشين بعد شهر واحد من كشف مقبرة قائد الجنود الأجانب في مصر. ده امبارح كمان أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف جديد يعتقد أنه لأحد معابد الشمس المفقودة. خلينا نعرف قصته، يعني إيه بقى تفاصيل هذا الاكتشاف من الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة آثار سقارة. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. في البداية خلينا نعرف من حضرتك قصة معابد الشمس المفقودة، الأماكن اللي بيعتقد كمان إنهم فيها. هو طبعا لما نيجي نتكلم على منطقة أبو صير، هي جزء أصيل من منطقة آثار سقارة. شهرة منطقة آثار أبو صير بترجع إلى ثلاث أشياء، وهي أهرامات ملوك الأسرة الخامسة الفرعونية الموجودة في منطقة أبو صير، ثم معابد الشمس، ثم آبار العصر الصاوي أو آبار الأسرتين 26 و27 اللي هو تم الإعلان عن أحد الكشوفات بها من حوالي شهر تقريبا. معابد الشمس هو طبقا لبردية مستقار إن في أول ملوك الأسرة الخامسة أو أوائل ملوك الأسرة الخامسة الست ملوك عملوا ست معابد شمس في منطقة آثار أبو صير. الحفائر اللي تمت في منطقة آثار أبو صير من نهاية القرن قبل الماضي تم اكتشاف معبدين من معابد الشمس، وهما المعبد الأول لأول ملوك الأسرة اللي هو الملك كوسر كاف، وآخر المعابد اللي هو شيدها الملك نيوسرع، وده هو المعبد الضخم والشهير على الإطلاق في الحضارة المصرية القديمة. شهرة معابد الشمس إن هي بتبقى موازية للمجموعة الهرمية للملوك، ولكن الفرق هنا إن هي بتنتهي بقاعدة وبتبنى عليها مسلة ضخمة، ثم إن المعبد العلوي هو معبد مفتوح على أساس إن عبادة الشمس تتطلب الأماكن المفتوحة. طبعا في هذا الموقع معبد الشمس الملك نيوسرع كشفت عنه البعثة الألمانية برئاسة بورخارت سنة 1895 تقريبا، وحاليا بتعمل البعثة البولندية الإيطالية في الموقع من عدة سنوات لإعادة دراسة هذا المعبد وإعادة نشر علمي. طبعا أثناء التنظيف في المعبد وأثناء التنظيف بين المذبح وحواض المذبح تم الكشف عن مدخل من الحجر الجيري بقاعدة عمودين، وده يعتقد أنه مدخل لأثر موجود قبل بناء معبد الملك نيوسرع. وده اللي بيخلينا نقول دلوقتي أن فكرة وجود مبنى أو معبد قديم أو معبد شمس تم إزالته جزئيا وبناء معبد الشمس للملك نيوسرع. طبعا المعبد المكتشف حديثا او المكتشف جزئيا حديثا هو معبد اصغر نسبيا، ليه مدخل من الحجر الجيري، ليه قاعده عمودين، الجدران الداخليه مشيده من الطوب اللبن، تم العثور على بعض ودائع الاساس من الاواني الرمزيه ما تسمى اواني ميدوم، ثم اواني الديره او الديرجار، وبعض الاواني ذات الحفه الحمراء، بالاضافه الى ما تسمى بالمقسيل او اختام طينيه عليها طبعات تحمل الاسم الحوري للملك شيبس سكارع، وده من الملوك اللي حكموا فتره صغيره في عصر الاسره الخامسه، واللي معلوماتنا عنه قليله جدا، ومن المحتمل ان هذا البناء او هذا المعبد الصغير كان يخص الملك شيبس سكارع، ولكن طبعا لم يتم الانتهاء من الحفائر بعد، لم يتم تنظيف المعبد للكشف عن الجدران، خاصة ان هناك عائق لان هذا المعبد يوجد فيه معبد اخر، فاحنا دايما الحفائر في هذه الجزئية بتتم في الجزء الفاضي او الجزء الذي لا يوجد عليه التسهيلات. يعني حضرتك تحدثت عن أهمية هذا الكشف، لكن عاوزين نعرف في بعض القطع الأثرية المكتشفة ممكن تغير في حقائق معروفة، عاوزين نعرف ده برضه. هو اللي بيغير الحقائق المعروفة مش القطع بقى الأثرية، ولكن طبيعة وجود معبد أو مبنى اسفل المعبد. يعني احنا دلوقتي عندنا معبدين، المعبد الكبير اللي هو للملك نيوسرع، الجديد عندنا دلوقتي ان انا عندي معبد تحت المعبد، عندي مدخل، عندي قاعده عمودين. فهنا الفكره اللي هي تخص الاثريين او علم الاثار بشكل عام، ان احتماليه وجود معبد شمس من المعابد الاربعه المفقوده اسفل معبد الملك نيوسرع. القطع الاثريه اللي تم اكتشافها هي بتدعم الاكتشاف. ايه هي القطع الاثريه اللي تم اكتشافها يا فندم؟ تم اكتشاف مجموعه من الاواني الفخاريه اللي هي بتسمى ودائع الاساس الموجوده في المعبد، لان اي مقبره او معبد بيتم تشييده في الحضاره المصريه القديمه بيتم وضع ودائع اساس في الاركان الاربعه للمعبد.
هذه الودائع بتختلف من مكان الى اخر، احيانا بيبقى فيها بعض القطع الاثريه او الاخدام او الجعرين او بعض القطع من الفخار. هنا تم الكشف عن مجموعه من اواني فخار واواني البيره، وتم العثور على جزء كتل من الكوارتز، وده برضو من الاحجار اللي كانت محبوبه جدا في تشييد معابد الشمس. ودي اللي اكدت اللي هو تابع لمعابد الشمس. اللي اكد لنا المدخل الموجود اسفل المذبح، اسفل احواض الكرابين الضخمه، يوجد مدخل ضخم من الحجر الجيري الجيد، وفي قاعده عمودين موجودين، معنى كده ان كان في بوابه ضخمه في هذا المكان، كان في عمودين من الحجر الجيري موجودين في بهو المدخل. فطبعا لما الملك نيمو سرع عمل المعبد بتاعه ازالوا جزئيا المعبد القديم واستخدموه كاساسات للمعبد الجديد، يعني ما بين المعبدين هنقول فتره مثلا تعادل اكثر من 50 سنه تقريبا. وهل لسه العمل مستمر يا دكتور في هذه المنطقه ولا كده خلاص يعني تم العمل؟ لا لا، هو لم ينتهي العمل بعد، هو ده اعلان جزئي عن الكشف. ما زالت البعثه تعمل، ولكن لا تعمل البعثه طوال السنه، هي بتشتغل حوالي شهرين او ثلاثه خلال الموسم. هي بتبقى زي مواسم يا فندم. يمكن كمان الموسم الماضي الحقيقه كان موسم غني بالاكتشافات الاثريه، لو حضرتك تكلمنا عنها طبعا بايجاز. هو طبعا من اهم الاكتشافات الاثريه في الفتره الاخيره، احنا قلنا في المقبره البئريه الموجوده في ابو صير للجنرال قائد القوات الاجنبيه واحد ابراهيم، ودي تبعد عن الكشف الحالي بحوالي 2 كيلو تقريبا. ده كان بير ضخم ووجد بعض القطع الاثريه وتابوت من البازلت يحمل اسمه، وبالاضافه الى تماثيل الاوشكي. من حوالي 30/5 تقريبا تم الاعلان في منطقه سقاره ايضا عن كشف كبير لخبيئه من القطع البرونزيه في منطقه سقاره في حفير البوبطيان، دراسه الدكتور الامين العام. تم الكشف عن اكثر من 200 قطعه من البرونز، تم الكشف عن تمثالين في حاله جيده جدا من الخشب للنائحات زيس ونفتيس، وهم اقدم نائحات في مصر القديمه. تم الكشف ايضا عن مجموعه من التوابيت الخشبيه، تم عرض اكثر من 35 تابوت في ذلك الوقت من حوالي اكثر من 200 تابوت تم الكشف عنها. يعني اكيد يوم بعد الثاني في كشوفات اثريه بتقول تفاصيل اكثر في حياه المصري القديم. دكتور محمد يوسف عويان مدير منطقه اثار سقاره، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.